طيب نبدأ ناخد التليفونات ومعانا فاطمة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، ازيك يا استاذ ابراهيم؟ أهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ازيك حضرتك الشيخ؟ الحمد لله، في نعمة الحمد لله. ممكن اسأل حضرتك الشيخ على سؤال؟ اتفضلي يا فندم. بصي حضرتك الشيخ، انا دلوقتي بابايا حرمني من التعليم وبيخلينيش اخرج من البيت الا بمواعيد. عندك كام سنة؟ 16 سنة، ويعني فضلتي تتعلمي لحد سنة كام؟ لحد تالتة إعدادي، وقعدني يعني بابايا حرام يعني منعني إن أنا أروح الامتحانات بتاعت تالتة، سنة تالتة، ليه؟ بسبب يعني إن أنا رحت مع واحدة صاحبتي نشتري هدوم، فأنا مكنتش قايلة له، فهو عرف من مرات عمي لما سمعتني وأنا بكلم صاحبتي دي، فهي راحت يعني قالت الكلام غير الكلام، قالت ان انا بروح اعمل حاجات مش كويسه وكده، وراحت فضحتني في البيت كله وخلت نفسي على كل لسان في البيت كله. طيب وهو يعني ما تأكدش من الكلام بتاعها ليه؟ يعني أخد الكلام وصدقه؟ بالظبط كده، صدقها هي وكذبني انا، وانتي كدابه ومش هصدقك وكده. ما سألش مثلا صاحبتك؟ ما حاولش يشوف ايه الموضوع ما أصله رضيش ايه؟ ورافض ان هو يسأل اي حد، ومصدقها ومصدق جدتي كمان عشان هي قالت لجدتي وكده، ومصدق جدتي في كل كلمة قالتها. ومامتك فين؟ مامتي حاولت ان هي تتدخل وتتكلم بها، يعني بابايا بهدل الدنيا طبعا، ومامتي ساعتها يعني غضبت وكده. يعني انت حتى لو غلطتي ما يكونش نتيجة الغلطة انك تتحرمي من التعليم، يعني ممكن تتعاقبي بحاجات تانية لو غلطتي، لكن ما هو مش يخليكي حضرتك تسيبي المدرسة. حرمني وكده ساعتها. وبعدين ودلوقتي الوضعك ايه بقى؟ حرمني حضرتك ورفض ان انا اكمل. خلاص قعدك في البيت فاطمة. الو، ربنا يستر عليها والله. يا رب. يعني هي قالت عندها كام سنة؟ قالت 16 او 15. يعني باباها يعني هي افترض انها غلطت، عملت حاجة غلط، يعني يكون العقاب ان هي تتحرم من التعليم؟ يعني في اكيد مليون عقاب تاني، بس التعليم حاجة وان هو يربيها حاجة. طب هو احنا بس في طريقين ما ينفعش، مسارين بنمشي فيهم مع بعض، ما ينفعش مسار ضد مسار تاني. بمعنى يا استاذة دعاء، انا في قضية التربية والتعليم اصلا القضية في تربية وفي تعليم. في قضية اللي انا بعلم ولادي التعليم العادي الطبيعي اللي احنا وفي بقى الفرض عليا انا، ما ينفعش اغلب حاجة على حاجة. انا عندي الفرض عليا اللي هو نقول لو الاب ما عملش ده هو آثم، يعني اللي هو قضية الطهارة، قضية الصلاة، قضية العبادات، ما يجب على الإنسان. لابد أن ولي الأمر أصلا أن هو الأب أو الأم لازم يعلموا أولادهم ده. كنا نهمل ده ففي إثم. وفي قضية أن الإنسان للأسف يعني أعطاه الله عز وجل أمانة فخان هذه الأمانة، ورب العالمين يقول لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. القضية التانية التعليم التاني بيسند في قضية ان هو قضية الفكر، قضية الثقافة، قضية اللي انا ابدأ الانسان يعرف كيف يتصرف وما الى ذلك، خاصة في عصر هو قائم اصلا على قضية المهارات. فالمهارات دي هتكتسبها من خلال المدرسة، التعليم، مش من خلال الاب والام بس، لكن من خلال التعليم. لكن انا دي نصيحة لكل اب، يعني انا ما اقدرش اقول ان الاب ده ارتكب جرما حراما كبيرا شرعيا يعني، لكن بقول لو هو ما علمهاش التعليم التاني بقى اللي هو ما يجب عليه فهو آثم لا شك. لكن احنا بنقول له يعني انا في ظل كده انت ممكن تموت، وفي النهايه بنتك تقاسي هذه الحياه وهي ما تعلمتش، ما عندهاش ثقافه، ما عندهاش فكر، ما عندهاش مهارات، فكيف تجابه هذه الحياه؟ هي رجعت اتصلت تاني. فاطمه الخط كان قطع صح؟ اه معلش. طيب يا حبيبتي اتفضلي كملي كلامك. ويعني فضيله الشيخ هو لما قعدني وكده ناس كتير قوي حاولت تتدخل وتتكلم، بس هو حضرتك لما سمع كلام ستي، لان هو بيسمع كلام جدتي جدا واخواته، فحضرتك لما هم قالوا له هو يعني سمع كلامه بمعنى اصح وقعدني بمعنى اصح، لان هم اللي قالوا له. طيب معلش يا فاطمه، انا ممكن اسالك سؤال بعد اذنك؟ هو اتفضل. خلينا، والدك
لما سمع الكلام، الكلام اللي اتقال ده لا شك ان هو كلام هو خايف عليكي، صح؟ لا شك ان هو الكلام ده ايه؟ هو لما الكلام اتقال ده هو في النهاية هو خاف عليكي، خاف بالظبط كده. من كثرة الكلام عليكي، صح؟ وانت بنت، ما انا عارف حضرتك. وبالتالي فهو قال لك اقعدي هنا وروحي لايام الامتحانات بس، صح؟ لا مش من الامتحانات، لا ده هو حضرتك قبل الامتحان باسبوع حصلت قعدني خالص، المشكلة. جه يوم الامتحان قفل عليا بالمفتاح وخد المفتاح وقعد اسبوع اجازه من شغله علشان ما اروحش اسبوع الامتحانات كله. يبقى معنى كده ان في كلام، كان كلام كبير بيدور، صح ولا لا؟ مش بصي حضرتك، مش كلام كبير بيدور، هو حضرتك هو منها فكره ان انا اخرج بره يعني القريه اللي احنا فيها، فانا يعني انا عارفه ان انا عملته غلط ورحت مع صاحبتي، ده كان اكبر غلط، وانا قلت له يا بابا انا ندمان على اللي عملته بص يا واصلا مش فاطمة، عاوز يا كده فاطمة، تاني، يا وانا فاطمة، خطيبتك أنا عارف الأب وفي بيفكر الفكره إزاي. تماما. يا فاطمة أنا عارف الأب بيفكر إزاي، خلينا نتكلم بمنطقية شوية. أنت قاعدة في قرية، صح؟ بالظبط. ولما حصل الكلام، فالكلام لما بيدور على لسان واحد هيدور على كل ألسنة القرية ويبقى فيه فضيحة، صح كده ولا لأ؟ بالظبط. وبالتالي فأبوكي خاف عليكي، فمعنى كده إن هو يقعد وأسبوع كامل ويقفل، يبقى الكلام كان كبير جدا، وهو خايف على نفسه وخايف على بنته. كان وداها بقى يعني، بقى هو دي مثلا بس اخذ اجازه انا عاوز اسبوع اعرف بقى، كان وداها كل يوم الامتحان واستناها على باب اللجنه خلينا لحد اللي هو لكن مش عمل ده، يضيعها على الشهاده خالص، هو وكانت في عمل ده، اعداديه خلينا خلي مش مشكله، هتعيدي السنه. طيب بعد ما تعيدي شالها السنه من ايه اللي المدرسه حصل بعد خالص، كده بقى؟ شالها من التعليم كله. ما رضيش يوديكي تاني ولا لا ايه اللي الكلام حصل؟ ده السنه اللي فاتت، الكلام ده كان السنه اللي فاتت يا فاطمه. بالظبط كان السنه اللي فاتت، لو جيت اتكلم معاه السنه دي ان اكمل وكده يعني، حتى هم العيال يعني البنات اللي كانوا معايا في الدفعه اللي فاتت اتنقلوا بقى اكبر مني، ان انا اكمل تاني في الدفعه الجديده ومش هيبقى لي اختلاط بحد، لاني ما ماليش اختلاط بحد عموما. رافض برضو، لا انا بنتي ملهاش خروج وملهاش تعليم، حتى بيخرجني يعني لازم يكون معايا حد يخرجني معايا حد عشان ما اروحش زي ما رحت مع صاحبتي، لازم أن والدتي تبقى معايا تمام، انا مصاحبه ما والدتي بقاش عنده معايا، ثقة فيك. اخواتي لازم أن يكون رجليهم على رجلي، ما بخرجش الا للضروره القصوى. طب معلش هسألك، هل والدك بينطلق من المنطلق ده من خلال الخوف عليكي بس، ولا من خلال الخوف عليكي ومن ناحية دينية؟ يعني هو شايف ان مش التعليم سامع ده حضرتك، ايه؟ مش سامع، مش سامع حضرتك. يعني والدك بيعمل الكلام ده من باب ان هو ده كده دينيا صح؟ ان الشارع بيقول ما البنت ما تتعلمش، ولا من باب اللي هو خايف عليكي بس؟ هو بص خايف عليا، وهو بيقول لي ان فكره ان التعليم ومش التعليم، التعليم دلوقتي حاليا مضروب بالنار، وايه يعني لو بنتي ما خدتش شهاده مسيرها لبيت جوزها هو ده وكده. فكره، هو فكره ده يعني انت تجاه عندك اخوات التعليم. تانيين؟ ايه؟ عندك اخوات تانيين؟ عندي اخوات اصغر مني. انت يعني كبيره، والتانيين بنات ولا ايه؟ التانيين بيتعلموا. بنات؟ لا ولدين وبنت. هل البنت دي هو شايف برضو نفس الفكره كده، ان البنت هتيجي في سن معين ما ينفعش انها تكمل تعليمها، تقعد في بيتها؟ لا هو رف، لا هو هو قال لي هكمل لاخواتك وانتي لا. طيب ما حاولتيش اللي انت هو تقوليله في حتى؟ هو بسبب الموقف ده، هو ما الموضوع قلتليش بسبب اللي انا الموقف. اتعلم تعليم منزلي حتى، يعني اخد الشهاده السنه دي منزلي؟ والله رفض 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 تماما. طيب والناس لما تدخلت برضو ما تراجعش؟ تقولي حضرتك؟ لما الناس تدخلت محد هو ما تراجعش برضو خالص؟ لا حضرتك، اصل هو بص يعني لما جدتي وعمتي قالوا له قالوا له ما ينفعش ان انا اكمل وكده، هو قال لي خلاص يبقى انت ما ينفعش تكملي. طب بص يا فاطمة، سؤاله صريح جدا، جدتك وعمتك قالوا له ما ينفعش تكمل عشان الموقف اللي حصل، صح؟ بالظبط. يبقى الموقف كان كبير. لا ما كانش كبير يعني حضرتك، بس هو حضرتك هو لدرجة يعني هو بيخاف عليا جدا 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 يعني، ودرجة ان هو يعني عنده تحكم صعب جدا، فهو حضرتك من كتر خوفه عليا فهو حضرتك ممكن يعمل اي حاجة علشان انا ما يجراليش اي حاجة، فهو لا فكرة ان هو خوف عليا مش الموقف كبير والله. طيب ماشي، ماشي يعني يا هو فاطمة. دلوقتي ما بقاش واثق فيكي، لان هما مثلا حسوا ان انت صاحباتك دول مثلا هم اصحاب سوء وجروكي انك انت تروحي تخرجي وتكذبي ومش عارف ايه، صح؟ بالظبط. فخاف ان فهم انت يعني تفضلي لما بقى في انت قالت الموضوع له ده. لا ما تخليهاش تكمل عشان هي تمشي مع بنات مش كويسه،
ربنا يوحد يرشد ان البنات دي كانت كويسه جدا والله، وما تخلاش تكمل، هم اصحابها دول اللي واخدينها سكك سكك ان هي تخرج وتعمل، واحنا البنت ملهاش، ستي قديمه شويه ان هي ايه ما بيكملوش تعليمهم عندنا في العيله. بس يا فاطمه انت قلتي حاجه في الاول، قلتي انا عملت حاجه غلط صح؟ قلت لي حضرتك انت قلتي في الاول اللي انت عملتي حاجه غلط. ايوه عملت حاجه خرج غلط، ان انا خرجت من ورا ابويا ومن ورا امي. هي كانت خروجه بس؟ كانت خروجه والله، يعني رحنا نشتري هدوم من محل بره القريه هنا ورجعنا. تمام ماشي. عايز اسال حضرتك سؤال كمان. اتفضلي يا فندم. بصي حضرتك يا فضيله الشيخ، انا جد ست جدتي وعمتي، عماتي عموما بيتدخلوا في حياتنا بطريقه فظيعه، وبابايا بيجي عليا كتير قوي انا وامي علشانهم، وعلشان اي حاجه بيقولوها بتبقى صح، واحنا الكدابين، مع اننا احنا والله والله كلكم كده يعني، انت واخواتك كده والله، وهم بيعملوا مواقف. لا انت واخواتك كده يا فاطمه. وبعدين لما بابا يجي يسالهم يقولوا له احنا ما عملناش حاجه. سؤالين، هو الاول انتوا قاعدين في بيت واحد؟ قاعدين في بيت عيلة. طيب السؤال الثاني، هل هو بيسمع كلامهم يعني حتى لو اختلفوا معاك انت بس ولا مع ماما واخواتك كلهم؟ بيسمع كلامهم مع ايه؟ بابا دلوقتي هو بياخد كلام عمتك ده كلام مصدق مهما ضدك انت بس ولا ضدك انت وماما واخواتك؟ انا وماما واخواتي كلام عمتي يعني، وكلام هو ما بيسمعش كلامكم انتوا خالص ولا كلام ماما خالص؟ خالص حضرتك، وبيجي علينا كتير قوي 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 عشان يرضيهم، وعشان بص حضرتك اي كلام بيقولوه صدق تماما، ما بيجيش يسالنا ولا يقول لنا ايه اللي حصل ولا ايه اللي تم. ايوه تمام، لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي يا حبيبتي. طيب هو يعني خلينا بس، انا في النهايه يعني دائما الاب خوفه خوف مشروع، محدش يقدر يقول ان الاب خوفه ده غلط، لكن خوفه مشروع، لكن قضيه ان هو الطريقه بقى اللي بيتعامل معها مع البنت دي اللي نقدر نتكلم فيها، هو قضيه انت يعني ممكن البنت دي نشوف ايه الغلط، ممكن نشوف نراجع حساباتنا مره تانية، نشوف هي لما عملت الكلام ده هي كانت فاقده ايه في البيت وبالتالي فبدات تعوض ده بره، ممكن اصل ده انا خارج عشان مع صحباتي اللي انا اجيب لبس، طب ما احنا في هنا يعني خطر اللي هو انت لا تنفق عليها كويس، او البنت محتاجه حاجه وانت مش قادر، انت مش راضي تلبيها ليها، فلو قضيه يعني انا عاوز اقول كلمه يعني او مثلا لائقة بيبقى في الاغلب بيبقوا مثلا الاهل ايه مضايقين قوي على اولادهم، فالولاد يعملوا حاجات مش من ورا اهلهم. بالقضيه ان انا سالتها ليه، سالتها قريه لان انا عارف ان الكلام بيدور ده فلانه خرجت وشفناها فمش عارف ايه، فبتحصل فضيحه في البلد، هي القضيه بتبقى عامله كده للاسف الشديد، ويبدا الراجل يبقى مطاط راسه وهو مش عارف بنته بتاع، وبالتالي فهو كان لازم هو بيتخذ اجراء صارم في المساله. الاجراء ده ممكن يجيب عكسه. انا عارف بقى، ما انا بقول بقى طريقه التعامل نفسها طريقه غلط. طيب انا بقى هعمل كذا كذا، طريقه التعامل نفسها طريقه خطا. بقول لك على بنت وبالتالي كده وبالتالي فهو محتاج اصلا ان بنته دي ياخدها في حضنه، لازم ياخدها في حضنه، لازم يسمعها، لازم بنته تبدا تتكلم معاه، لازم تحس بالامان اصلا مع باباها، لازم في كل الاحوال يقول لها انا ابوكي وانا اخوكي وانا امك وانا كل حاجه، قولي لي حتى لو بتعملي الغلط قولي لي وانا اصحح ليكي. لابد من قضيه طريق المسار التصحيح الاخطاء ده مهم جدا، ما ينفعش ان انا اكون عنيف معاها لان البنت في الاخر هتنفجر فهتكتم فهتطلع يعني تفضفض بره، خلينا نقول تفضفض بره باي طريقه كانت يعني.